مفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا الرفيق اتعود عالنسيان، دنيا وما بتوقف ع حدا، ع مفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا الرفيق اتعود عالنسيان، دنيا وما بتوقف ع حدا. يلي كنت مني وصرت اللي غريب، لا ما تفكر اني من بعدك رح غيب، ولا ليل بيقدر يمنع شمسي انها ترجع تطلع، خلي قلبك يسمع كيف العطر بيبوح، مجروح منك مجروح تيرجع قلبي يدقلك، لا مش مسموح، مجروح منك مجروح، لحدا غيرك عم بتعيش فيي حياه بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض ما برجع لجرحي، ما برجع للتنهيد، بعيد انت عن عيني وعن قلبي صرت بعيد، القصة واضح مصيرة، اترك لي عيوني بخيرة، ما في فرصة أخيرة ترجع هوا في القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض الروح. ما رح اجي، مالي طايقة اشوف خلقتك، عمال اللي بدك اياه بس ما رح اجي على التصوير، ومالي طايقة اشغل معك، بتفهم؟ نايا لازم ترجع على البيت، لازم تقضي كل فترة حملة عنا هون، ولازم تولد هون، والولد لازم يتربى ببيت جده. يعني نحنا يا جماعة ما صدقنا ايمتى حملت، تقوم تحمل حالها وتمشي، الله يسامحك. حق معك، كلامك صحيح والله. الله يسلمك،
هلا وين هي؟ بالبيت؟ لا اكيد بتكون على الطريق، يعني وين بدها تروح؟ يمكن احنا طلعنا وهي وصلت. اكيد هلا بين بيتنا وبيتكم بس نص ساعة. ماما الله يرضى عليك، بدي اياك تروح لبيت عمك وما ترجع الا ونايا معك. شو عم بقول؟ شو رايك سيد فؤاد؟ تكرم عيونكم، غالي والطلب رخيص. يطول لي عمرك يا رب. الله يديم المحبة. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. تفضلي ست ليليا، تفضلي. الله يفضلك، تسلمي. اهلا وسهلا، نورتوا. تسلمي يا مدام. خلي لي اياك. حازم. ايه ماما، ايه. اهلا وسهلا فيكم. اهلين. اهلين عمو. اهلين حبيبي. هذا الموضوع ما بينسكت عنه ابدا. نحن لازم نخبر ابوكي، بلكي بيوقفوا عند حده. انا خايفه لبين ما تبين انه القصه مفبركه تصير فضيحه، واذا بدي رد على ابتزازه لمازن ما رح اخلص. شو يعني؟ بدنا نخليه هيك عم يبتز هيك؟ لا لا، هذا مو حل. ما في حل غير اني صارح كرم واطلب منه السماح، لانه هو الوحيد اللي قادر يحميني. غير هيك رح أعيش كل حياتي تحت رحمة مازن. لا لا، كمان هذا مو حل. بعدين يمكن كرم ما يستوعب الموضوع، وانتي لازم تخافي من أهله لكرم أكثر ما تخافي من كرم نفسه. حاجة صعبية علي أكثر ما هي صعبة. أنا عم بتصل فيك لتلاقي لي حل، مو لتسكريها بوشي أكثر ما هي مسكرة. ماشي، قديش بقي لك تصوير؟ 5 أيام. ماشي الحال، مضي لي هالخمس ايام على خير. وطالما هو خايف على مصرياته نحن لازم نسايره. بس يا ويلك بس تخلصي التصوير اذا بتفتحي لي سيره الشغل مره ثانيه، او يعني بتشكي لي على اهله لكرم او كرم نفسه. واحمدي ربك اذا بتمرق هالقصه على خير. حاضر يا امي، ما في مشكله. مع السلامة. نايا، جود، جود، نايا، يا جود، جود. ما في حدا. يعني
وين بتكون راحت؟ عند شي حدا من رفقاتها اكيد. نانسي، ما في غير نانسي بتروح لعندها. ادقي لها احكي معها. هو هيك. الو، مرحبا حبيبتي. نايا اجت لعندك شي؟ لا ما انا عندي. قلبنا مثل النار عليها، صار لها زمان طالعه ولهلا ما بنعرف وينها. والله ما بعرف شو بدي اقول لكم طنط، يعني انا كمان قلبي معكم بس مو طالع بايدي شي. نانسي، نايا عندك ولا مو عندك؟ لا ما انا عندي. طيب طنط اكيد شو ما بصير معي بحاكيكم. اوكي الله معك. ليه خليتيني اكذب عليهم؟ يعني مو حرام عليك تخوفيهم هيك؟ اكيد عرفوا انه انا عندك، من لهجتك بكونوا عرفوا. اصلا بيعرفوا ما عندي محل تاني اروح عليه. خير وين رايحه؟ لازم اروح، لازم كفي اللي بلشته. بعدين ما بدي تطلع انت كذابه قدامهم. لا يا ستي انا رضيانه اطلع كذابه، مو بخليك تطلعي بهذا الوضع انت ومعك جود كمان. ناسي حبيبتي فهميني، إذا ما هلا حليت المشكلة أنا وحازم بحياتي ما رح أقدر حلها. طيب، على القليلة فهميني وين رايحة. يعني لعند مين بتكون راحت؟ ما بتروح غير لعند ناسي، وليك ندقنا لمانا عندها. الله يسامحها، شلون بتعمل فينا هيك وبتعمل بحالها كمان هيك؟ مو معقول. لا عمي لا عمي، الحق علي مو علي. لك يا ابني مشان الله هلا مو وقته هذا الحكي. خلونا بالمهم. لازم نتحرك ندور عليها ونشوف وينها. يلا تحركوا. تفضل. امشوا. يا ربي وين بدك تكون راحت؟ بنتي وبعرفها. مستحيل تعمل هذا الشيء إذا ذكرت مزعوجة كثير. انت اكتر واحد لازم تكون قريب منها. الله يستر يا رب، الله يستر. بخير اختي، رح نساعدك بشي؟ ايه عمول معروف، خدني على اقرب مستشفى. طيب هنن ليه ما طلعوا معي؟ ما حبوا يزعجوكي، بكفي انا عم ازعجك. طنط بصراحه انا كذبت عليكي، بس ما قدرت اقول لك انه هي قدامي، يعني كانت قاعده وانت عم تحاكيني. توقعت، واكيد كمان هي توقعت انه نجي لهون ونسال عنها. صدقيني غصبا عني راحت، حاولت بأي طريقة أني أتركها وما ضلت. طيب ما قالت لك وين راحت؟ لا مع أني كثير ألحيت عليها. شو بدي أقول لأبو والا؟ شو بدي أقول لحازم؟ الله يسامحها. يعني إذا كان الحق معها بعد هالعملة صار الحق عليها. طب ليش؟ ليش؟ طول بالك بابا، يعني القصة ما بدها كل هالقد، على الأقل مشان صحتك. عمي رح أحضر لك لقمة تاكلها.
ما بيصير تبقى بلا اكل انت من امبارح هيك. لا يا بنتي لا، مو جاي على بالي، والله مو جاي على بالي. في شيء اخبار عن نايا؟ يعني حازم محتاج يشوفنا جنبه قوايا، ما بيصير يشوفنا هيك ضعاف، والا كيف بدنا نوقف جنبه ونساعده وندعمه؟ عمي سماح معه حق، بعدين كلك لقمتين يمكن يكون نهارنا طويل. اكيد راح يكون نهارنا طويل. روحوا بابا روحوا. روحوا انتوا كلوا. لا لا عمي خلص، رح نروح نحضر هيك لقمتين حلوين وطيبين وناكل كلنا سوا، ايه؟ ايه. نغم؟ نغم انا بدي اتشكرك على اللي قلتي لبابا هلو. ما بتتخيلي قديش بحب لهفتك ووقفتك مع العيلة. ما تزعلي مني بس نايا هيك بحبك تكوني مثلها، يعني بتوقف مع الكل وبتهتم بالعيلة. مو بس نايا بتعمل هيك، وسماح كمان. تنتين على سلامتهم وانتي ما في منك، بتجنني وبتطيري العقل. كرم انا اسفة. على شو؟ غلطت بحقك كثير. انتي ما غلطتي ولا شيء، واللي صار صار، انسي، انتي مرتي وحبيبة قلبي. الله يخلي لي اياك. يلا انا حروح ساعد سماح. هلا الماما نامت حبيبي، ايه بس تفيد بصير فيك تحكي معها، ماشي؟ طيب في شوية أسئلة رح أسألك إياها، ويلي بتعرفه بتجاوبني عليه. شو اسم الماما؟ اسمها نايا. طيب حبيبي، بتعرف رقم موبايل بابا شي؟ يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك يا هلا. بالنسبة للصبية اللي جوا هي أمه لجود، أنا بعرفها. إيه كثير منيح اللي إجيت، لأنه في كثير معلومات ضرورية لازم آخذها منك عنها. إيه تكرم عينك تكرم. ماشي. شو اسم الدمة؟ باقي ايجابي، بس انتبهي هي عندها حساسيه من البنسلين، بصير عندها طفح جلدي بجسمها. يعني بفهم من حضرتك انه انت زوجها؟ شو روحي؟ ما رايحة؟ أنا اللي رايحة، أنت اللي رايح. يا عمري، أي اثنين متزوجين بصير بيناتهم مشاكل عادي يعني بتصير؟ طبعاً طبعاً أي اثنين متزوجين بصير بيناتهم مشاكل. بس أنا مليت، مليت وداء خلقي منك ومن وعودك اللي ما نفذت منها شيء. لك يا سامر، الديون راكبتك ركب، مو معقول، مو معقول هيك، خلاص أنا داء خلقي منك ومن العيشة معك. خلص سامر اتركني وروح. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ انا تركت الدنيا كلها كرمالك، تركت مرتي وابني واهلي، جاي بهي ببساطه تقولي لي اتركني وروح؟ انا ما فيني اعيش من دونها. نايا الكسبانه انك تركتها، وانا الخسرانه اني تزوجتك. لك عيب رجال مثلك ما بيحس على دمه. مصريات اهلك اللي لهفتهم خلصوا، عيب. قوم روح اشتغل، حرك حالك، عمل شيء. ديما حبيبتي انا بحبك وبموت عليكي، شو عم تحكي انت؟ يعني انا بعرف هاي الفتره لازم تكوني معصبه متضايقه، معك حق، بس اعطيني شويه وقت. انا عم بعمل المستحيل لحتى اضبط امورنا الماديه. يعني هاي فكره انك تتركيني شيليها من راسك، انا بحبك وبموت عليكي. اذا بتحبني روح لعند اهلك، خود بيتهم، خلي يعطوك اياه، بلكي بتبيعه وبنعمل فيه شيء مشروع منعيش منه. وهن وين بدهم يقعدوا؟ غرفه صغيره بتكفيهم. يا روحي ما عم يقبلوا، شو بدك يعني اعمل معهم؟ ما تعمل شيء حبيبي، لا تعمل شيء، اتركني بحالي، انا الف رجال ببوس ايدي، حاجه بقى، حاجه عايشه معك على الوعود والكذب، ولك انا مليت، مليت منك ومن كذبك، انا الف واحد بيتمناني. كانك نساني انك انت لساتك على زمتي، انت مرتي، وكانه عم تلمحي ها انك بدك تتجوزي واحد ثاني؟ نعم، عم لمح اني اتجوز واحد غيرك، وبعدين اسمع مني احسن ما تسمع من غيري. بالحسنى
طلقني يا روحي. انا ما فيني اعيش من دونك، انا بحبك، انا مستعد اعمل اي شيء لحتى تضلي معي، ما بقبل تتركيني. اذا عندك كرامه لازم تطلقني بعد ما سمعت هذا الحكي. طلعت من البيت. يا عمو كيف بتتركيها تطلع من عندك؟ بعدين كيف تقبلي تشتركي معها بشغله كلها غلط وفيها خطر عليها وعلى الجنين يلي بطنها؟ لا عمو صدقني انا ما لحقت لها شيء، هي يا دوب وصلت ويا دوب طلعت من عندي من البيت. عمي اذا كانت نانسي غلطانه طاق فانا غلطان 100 طاق، لانه من الاساس ما لازم اسمح لها تطلع برات بيتها. طول بالك يا ابني، انت ما كنت بتعرف انها حامل. بغض النظر مرت عمي، من الأساس ما لازم تطلع برات بيتها وبس. الله يهديك يا بنتي وتتصلي فينا. اطمن يا دكتور. اطمن ما في شيء بخوف، الأمور بخير، ضغطك كويس وحرارتك كويسة. بس الحقيقة لك خبر كتير حلو عندي. خير دكتور؟ الخبر هو انه مرتك حامل وانا كتبت لك على شوية ادوية، جيب لي اياها من الصيدلية. شكرا. معافاه ان شاء الله. يعني وين بدكم راحت؟ وين؟ والله نحن محتارين أكثر منك حازم. نحن مو لازم نخبر الشرطة. أكيد لا، نايا مانا بنت صغيرة لحتى نبلغ عليها الشرطة. بس كمان ما فينا نضل قاعدين هيك. إذا كانت نايا تعبانة مثل ما قالت نانسي فالأولى ندور عليها بالمستشفيات. معناتها أنا لازم أتحرك. وقف لك، خلينا نتفق على أنه مستشفيات أنت بدك تروح وأنه مستشفيات أنا بدي أروح. ونحن؟ أنتوا خلوكن هون، بركي رجعت على البيت. مرت عمي انت خلي موبايلك مفتوح، بلكي اتصلت فيكي وخبريني اذا صار شيء. اكيد اكيد. يلا عمي خلينا نتحرك. يلا ابني يلا، هلا على الطبيب نتفق. اي حدا بيعرف شيء خبر الثاني دوري. اكيد. سمعني كم كلمة يا زوري بدني مو ناقصة. لا طنط بس يعني يمكن هو يكون يعرف شي عن نايا. سامر آخر واحد ممكن يعرف شي عن نايا.
حضرت لي الأدوية؟ إيه. بس تحسبينا يوم قديش؟ يسلموا ايديك يا حبيبتي. أنا بقدر أتصل بالإذاعة اللي كنت أشتغل فيها وحط إعلان مشان نايا. بكير لسه بكير. لسه ما وصلنا لهون. إن شاء الله بنلاقيها قبل ما نضطر نعمل هيك فضيحة. عفوا بابا، بس أنا شايف إنه قعدتي ما منها فايدة. رح أقوم أحكي مع حازم، إذا ما بده مني شيء لازم أروح المكتب، عنا شغل كثير. إيه بابا إيه. توكل على الله. يلا على اذنكم. الله معك ماما. الله يسامحك يا نايا. هيك بتعملي فينا؟ ايه ناصر. انا صرت بالمشفى. يلا بخبرك شو بيصير معي. باي. باي باي. العفو. اهلين الله يعافيك. هلا ممكن اطلب منك مساعده؟ تفضل. انقطعت من المصاري ومرتي حامل ولازم اروح اجيب ادويه وما عندي وقت تروح البيت لحتى ارجع. ايه تكرم عيونك، يعني شو مطلوب مني؟ خلص خلص. لك لا 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 فهمتني غلط، عن جد شو مطلوب مني يعني؟ والله هن حقهم. ايه مصاري يعني بدنا 5000. ايه تكرم. انا بعتذر اسف. لا لا ولا يهمك، الناس لبعضها. حضرتك تشيل هون؟ لا انا يعني جاي عندي شغل. اي مساعده جاهز انا تكرم عيني. بصراحه انا جاي يعني ادور على مرتي وابني. اعطيني اعطيني رقم موبايلك. يعني ليش بدك رقم موبايلي؟ اول شيء مشان رجع لك 5000، وثاني شيء انا مدامتي هون يعني قعد لي شيء يومين ثلاثه بسالك عنهم وبخبرك. هلا بالنسبه لل 5000 ما بدي اياهم. اذا بدك رقم موبايلي اعطيني سجله. تفضل. الاسم؟ حازم الخالد. تشرفنا اخ حازم، بس قصدي المدام. ليش بدك اسم المدام؟ ما بدي اسالك عنها. خلص ما في داعي. شكرا لك. شكرا. وال 5000 ما بدي اياهم. تشرفنا. عم بسأل عن مريضة اسمها نايا الحمد. ايه سامعني باكس. عفوا منك، بس هي المريضة مو عنا. ممكن تكون بالإسعاف تحت، فيك تنزل تسأل. ماشي شكرا. يا هلا. شو بدك مني؟
نغم حبيبتي بس انت فهمي علي ايه؟ بعد عني فهمي علي بس سايريني شوي ما بعرف ولا خلصنا ما حاجة تصرخي صرخي عاد ما بدك ما في غيري وغيرك شبك حبيبتي؟ عم تبكي؟ نعم حبيبتي زعلانة مني؟ إذا زعلانة مني أنا بعتذر. أنا بعرف إني غلطت بحقك لما طلبت منك تتركي البيت، وغلطت أكثر لما ما رحت وجبتك وما رجعنا حكينا بالموضوع. بس شوفت عينك شو عم يصير بالبيت. نغم أنا آسف. ليكي إذا حابة تكفي شغل بالبرنامج أنا ما عندي مشكلة، فينك تكفي ما رح أمنعك أبدا. بصراحة بعد ما راحت نايا من البيت أنا صرت بعرف منيح شو قيمة العلاقة الزوجية. اكتشفت إنه علاقتنا أهم شي بالدنيا كلها. كرم بدي اقول لك شيء. قولي لي عم بسمعك. كرم انا امك عم تتصل، ردي عليها. ايه ماما. لا هلا ما صار شيء. عمي فؤاد خبركم بشيء؟ لا ما صار ولا اي شيء. يبدو لازم نروح على الشرطة. ليش انت حازم مو قلت انه ما فيك تخبر الشرطة الا اذا مضى وقت؟ في ضابط انا بعرفه مرة ساعدني انا ونايا. رح اشوف اذا بيقدر يساعدني بشكل ودي. بكون كتير منيح وبنكون نحن ناطرين اي خبر، بس تعرف اي شيء خبرنا. ماشي الله معك. Thank you.
سيد حازم، على الأقل لازم يمر 24 ساعة حتى أقدر أعمل برقية بحث باسمها. مزبوط سيادة النقيب، بس بصراحة أنا جاي لعندك بشكل شخصي. نايا حامل معها ولد بإيدها، يعني مو معقول تختفي بهي الطريقة. عم أفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان، دنيا وما بتوقف ع حدا. يلي كنت مني وصرت اللي غريب، لا ما تفكر اني من بعدك رح غيب، ولا ليل بيقدر يمنع شمسي انها ترجع تطلع. خلي قلبك يسمع كيف العطر بيبوح، مزروح منك مزروح، تيرجع قلبي تقلك لا مش مسموح، مزروح منك مزروح، لحدا غيرك عم بتعيش. نصف حياة بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض ما برجع لجرحي، ما برجع للتنهيد، بعيد انت عن عيني وعن قلبي صرت بعيد. لصة واضح مصيرة، اترك لعيوني بخيرة، ما في فرصة أخيرة ترجع هواك.